للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة تشادية إنجمينة علي فاضل قادركي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ علي أهلا بك ومرحبا. برأيك ما هو شكل التحديات التي وضعتها الأزمة في النيجر على تشاد بحدودها معها؟ أكيد أن الأزمة في النيجر ولدت اضطرابات في المنطقة، وحتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أقول أن الأزمة قد أثرت على دول الجوار وخاصة تشاد، لأننا كنا متخوفين من الضربة العسكرية المحتملة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الإكواس، ولكن حتى الآن الضربة لم تقام، وحتى الآن الضربة لم تنفذ. فإذا حتى المواطنين الذين لجأوا إلى دول الجوار وخاصة إلى الحدود التشادية الآن بدأوا يرجعون إلى منازلهم وبدأوا يعودون إلى قراهم. إذا المخاوف التي كنا نخشاها من أن الأزمة إذا كان شنت حرب ضد النيجر ستتفاقم والعواقب ستكون كبيرة جدا، فلله الحمد حتى هذه اللحظة لم تنفذ الضربة العسكرية، وبالتالي العواقب والبرجال الذي كنا نتخوف منه حتى الآن لم يحصل. هل هناك احتمالات بالنسبة لكم أستاذ علي باستمرار هذه التهديدات في التشاد إذا قامت الإكواس بهجوم عسكري ربما أو تدخل عسكري بالتنسيق مع فرنسا في النيجر؟ هو كان التدخل العسكري محتمل احتمال كبير جدا قبل الانقلاب الذي حصل في دولة الجابون، ولكن بعد الانقلاب الذي حصل في دولة الجابون الآن هناك في تغييرات جيوسياسية في المنطقة، وخصوصا حتى دولة الإكواس. بالأمس سمعنا تصريحات من رئيس دولة نيجيريا تينيبو قال إنه سيمهل القادة العسكريين في دولة النيجر 9 أشهر لفترة انتقالية، وبعدها سيرجعون إلى النظام الدستوري وسيرجعون إلى الوضع الطبيعي لدولة النيجر. فلذلك الضربة احتمالها الآن يكون ضعيف جدا بعد الانقلاب الذي حصل في دولة الجابون، وكذلك أن هناك في وسطاء تدخلوا في الخط مثل الاتحاد الأوروبي وكذلك دولة وكذلك مجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الإكواس أرسلت وفدا إلى دولة النيجر بقيادة الرئيس عبد السلام أبو بكر، وكذلك هناك في قادة دينيين جاءوا إلى دولة النيجر مثلا محمد سنوسي رئيس الطريقة الصوفية، وكذلك سلطان سكتو محمد سعيد جاء أيضا إلى دولة النيجر وقابل القادة السياسيين. إذن حتى الآن الضربة احتمالها احتمال ضعيف جدا، والكثير من الساسة وكثير من الفاعلين في الإقليم قالوا إنهم سيلجؤون إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. إذن حتى اللهجة التي كان القادة يعاملون بها دولة النيجر الآن بدأت تهدأ، وكذلك اللهجة التصعيدية أيضا الآن بدأت تهدأ. فإذا نحن نقول أن الضربة التي كنا نتوقعها إلى دولة النيجر حتى هذه اللحظة إنها لا تكون، ربما لا تكون، واحتمالها سيكون ضعيف. برأيك أستاذ علي، الإكواس خرجت في بداية هذه الأزمة وتحدثت عن التدخل العسكري وكانت التهديدات واضحة بالنسبة لها لقادة هذا الانقلاب أو ما يسمى الانقلاب، ثم تحدثت عن جهود دبلوماسية، ثم عادت للحديث عن قوة احتياطية، والآن تتحدث عن مدة تصل لتسعة أشهر كفترة انتقالية أو مدة لفترة انتقالية بالنسبة للمجلس الانتقالي في النيجر. أين وضعت الأزمة في النيجر هذه المنظمة في تعاملها مع المربع الأفريقي الخاص بغرب أفريقيا؟ حقيقة أن المنظمة الآن دخلت في تحدي كبير جدا، لأنها لوحت من أول اجتماع لها أنها تتدخل عسكريا إلى دولة النيجر، وأمهلت المجلس العسكري مدة أسبوع والاسبوع انقضى ولم تفعل شيئا، وهناك في دول في الاقليم ايضا اعلنت انضمامها واعلنت مساعدتها لدوله النيجر كدوله مالي وبوركينا فاسو، وكذلك دوله الجزائر رفضت التدخل العسكري، ووزير خارجيتها ايضا قام بجوله الى دول افريقيا لوجود حل سياسي لهذه الازمه.
والان ايضا هناك في الدول في جوار دولة النيجر رفضت التدخل العسكري، وفي عقبة هناك ستمنع التدخل العسكري وهي المتمثلة في المادة رقم 53 لميثاق الأمم المتحدة التي تنص بأنه لا يجوز لأي مجموعة أن تتدخل عسكريا في دولة ذات سيادة إلا إذا أخذت ضوءا أخضر من مجلس الأمن الدولي. ومجلس الأمن الدولي كما تعرفين دولة روسيا موجودة ودولة الصين وستستخدمان حق الفيتو، فإذا التدخل العسكري أصبح احتمال ضعيف. نعم. والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضا دخلت في تحدي كبير، وهي اجتمعت يوم الخميس الماضي عندما وقع الانقلاب في دولة الجابون، اجتمعوا أيضا لمشكلة الجابون أيضا الآن يبحثون عن حل لهذه المشكلة. فإذا الانقلابات أصبحت الآن في أفريقيا انقلابات متكررة، وأدخلت دولة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الإكواس في مأزق كبير جدا. هناك دولة مالي تمر بمرحلة انتقالية، ودولة بوركينا فاسو، ودولة النيجر، والآن أيضا دخلت الجابون في الخط. إذن الدول المجموعة دخلت في مأزق كبير جدا ولا تستطيع أن تقاتل في كل الدفعات. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ علي فاضل قادركي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.